على الهواء مباشرة ينضم إلينا مراسلنا من مارسيليا خالد شقير. خالد، 5 سنوات مرت على واحد من بين أكثر الأيام دموية الذي شهد مقتلة كبرى أفضت إلى 130 قتيلا، وكان من بين المستهدفين الرئيس الفرنسي أنذاك فرانسوا أولاند في ستاد دو فرانس. ما العبر أو الخلاصات التي انتهت إليها السلطات الفرنسية بعد مرور 5 سنوات كاملة؟ أحمد، تحياتي زميلي العزيز ليك ولكل السادة المشاهدين. بالطبع فرنسا تعيش أجواء صعبة للغاية وأجواء استثنائية أحمد. على مدار 5 سنوات لم تهدأ يعني الداخلية الفرنسية وقوات الشرطة والجيش والدرك من تتبع هذه الجماعات الإرهابية. بالفعل اليوم 5 سنوات تمر على حادث لباتاكلان ومسرح لباتاكلان ومحيط استاد دو فرانس ويعني ساندوني. هذه العملية الإرهابية تركت آثار عميقة وجروح عميقة في نفوس الفرنسيين. أحمد، كنا تابعنا منذ شهر تقريبا أو أقل من شهر هذه المحاكمة التي تتم لبعض من الذين تم تورطهم في تسهيل هذه العمليات الإرهابية من جهة، ولكن من خلال متابعتي للإعلام في فرنسا وكل وسائل الإعلام لفيجارو ولوموند والباريزيان وغيرها بتؤكد على أن بالرغم من هذا القانون وحالة الطوارئ التي تعيشها وقانون الأمن الداخلي الذي تم فرضه، إلا أن فرنسا لم تستطيع التخلص من الفكر الإرهابي. ولهذا كان حديث مؤخرا للرئيس ماكرون قبل أن يتم الضرب فرنسا مرة أخرى من جديد بثلاث عمليات إرهابية أحمد، وكان الحديث عن هذا القانون الذي يؤكد على محاولة يعني نزع فتيل الأزمة والأزمة الاجتماعية التي يعيشها بعض من المهاجرين والمسلمين من شباب يسهل الدخول إليهم وإلى عقولهم واختراق عقولهم وجعلهم قنابل موقوتة داخل المجتمع. بالمناسبة قبل لحظات كان عربي مرزوق معنا يسلط الضوء على اجتماع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي، والحديث الذي كان مرتبط بتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في الاتحاد. الواقعة المشار إليها التي تمر عليها 5 سنوات كانت مرتبطة ببعض المواطنين الفرنسيين من ذوي الأصول العربية، هذا يجوز، لكنهم كانوا يتنقلون بين بلجيكا مثلا، وفيها جرت مطاردة صلاح عبد السلام آنذاك وبعض المواطنين الفرنسيين الآخرين من سكان سان دوني والضواحي. هل ترى فرنسا أن هناك ضرورة لترسيخ التنسيق الأمني بين الدول الأعضاء وتحديدا الدول الجيران؟ بالطبع، وهذا ما أعلنه الرئيس ماكرون عندما زار أحد نقاط الحدود مع إسبانيا، وهي نقطة عبور المهربين والهجرة غير الشرعية. ودعا أيضا جيرال دارمانا وزير الداخلية الفرنسي نظرائه بأهمية التنسيق الأمني فيما بينهم وتبادل المعلومات كما أشار الزميل العربي، وأيضا إنشاء بنك معلوماتي يؤكد على إعطاء البيانات داخل اتحاد شنغن وخارج اتحاد شنغن، ويعني تبادل معلومات استخباراتية والعمل على الأرض لحاولة تفكيك بعض من هذه الجمعيات التي تستخدم من وسائل التواصل الاجتماعي يعني مركزا لبث سمومها واستخدام قضية التهميش داخل المجتمعات، ليس المجتمع الفرنسي فقط بل المجتمعات الأوروبية، ومحاولة قلب الطاولة على هذه المجتمعات التي استضافت هؤلاء الشباب على أرضها. إذا هناك يعني وزير الخارجية الفرنسي على يد حال خالد كان له حديث من القاهرة يقول إن الأقليات أو الإسلام بشكل عام ليس مستهدفا مطلقا من أي سياسة تقرها السلطات الفرنسية. خالد شقير مراسلنا من مدينة مارسيليا، أشكرك شكرا جزيلا منضما إلينا على الهواء مباشرة.